بينما تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي على الإطلاق بمناسبة اليوم الوطني، قدمت المملكة هدية غالية لمواطنيها والمقيمين فيها، حيث وافقت على استئناف أداء مناسك العمرة تدريجيا ومع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. هكذا أعلنت المملكة الخبر، حيث تقرر إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي على 4 مراحل، تبدأ بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بداية من 4 أكتوبر المقبل بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، أي بنحو 6000 معتمر في اليوم. أما المرحلة الثانية التي ستبدأ في 18 أكتوبر ستسمح برفع نسبة الزائرين إلى 75% من الطاقة الاستيعابية للحرمين المكي والنبوي، أي بنحو 15,000 معتمر و40,000 مصل بالحرم المكي يومياً. المرحلة الثالثة التي ينتظرها مسلم العالم أجمع ستسمح بأداء العمرة لمن هم خارج المملكة، وذلك بدءا من مطلع نوفمبر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100% بالحرمين، أي بنحو 20,000 معتمر و60,000 مصل بالحرم المكي يوميا. فيما تشمل المرحلة الرابعة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجدين الحرام والنبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة. ورغم سلبيات الجائحة وما سببته من خسائر وتعطيل للعديد من الفعاليات، كان لها اليد الأولى في الاعتماد على الرقمنة بشكل كبير في مختلف نواحي الحياة، ومنها مناسك الحج والعمرة، حيث أعلنت المملكة تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق اعتمرنا، حرصاً من المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من إقامة الشعيرة بشكل آمن لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.